السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمانة، الصورة واضحة يا جمانة؟ نعم دكتور. واضحة الصورة؟ نعم دكتور أوضح. الحمد لله، لأنه الأيام السابقة للأسف كانت الصورة مش واضحة وما حدش يقول لي. دكتور امبارح كانت مش واضحة. اكتشفت أنه لما أحط صورتي على الفيديو الصورة بتخل من الإنترنت، يعني بتخرب على مين؟ على المحاضرة. فقررت اني ما احط صورتي. طيب بنيجي ل more and first count. طيب theorem second اقوى من الفيرست واقوى من السيبرابل، هاي نظرية. يعني اذا كان topology second فهو first، اثبتناها سابقا. عكس هاي غلط. مثال عليها الار ديسكريت. الار ديسكريت هو فيرست كاونتبل، لانه عند اي نقطه بي ان ار باخذ سنجلتون سنجلتون بي كاونتبل لوكال بيز ات بي، وبالتالي افري ديسكريت توبولوجي از فيرست كاونتبل. ولكن الار مع الديسكريت ليس سكند. ليش؟ لانه الار نوت كاونتبل. الار نوت كاونتبل. السكند بعطيني سيبرابل، برضه نظريه سابقه. عكس لا الار تي كو فاينات، هاي سيبرابل لانه الان كاونتبل دنس. اي مجموعه انفينيت الكلوجر بتاعها يساوي الار بما فيها الان، فالان كاونتبل دنس اذا فهو سيبرابل ولكنه نوت فيرست كاونتبل، اثبتناها في نظريه سابقه. كون الار ان كاونتبل اذا هذا التوبولوجي ليس سكند كاونتبل. سيبرابل ومش فيرست كاونتبل ار تي كوفاينات، وفيرست ومش سيبرابل اللي هي الار ديسكريت. فهاي النظرية العامة، وهاي التعليقات بتاعتها طبعا. definition sequence مع الفيرست كاونتبل دائما بتيجي شغلة sequence مهمة. a sequence is just a mapping from natural number للإكس أو لا إيه. A sequence in X function من الناتشرال إلى إيش؟ الإكس نفسها. طبعا الآن واحد صورتها F واحد سميها X1، عنصر في X سميها X1، F2 سميها X2، F3 سميها X3 وهكذا. فالسيكونس يا أما بنقول F is a sequence أو بنقول الXN مع الاخذ بعين الاعتبار انه اف ان هي اكس ان. هاي بسموها ايش؟ سيكونس. هلا ما بهمنا، اللي بهمنا من السيكونس هو ايش؟ الكونفيرجنس. ايمتى السيكونس كونفيرج وايمتى دايفيرج؟ هلا جي من ان لان فانكشن تسمى انكريزنج، اذا كل ما الان كبرت الجي بتاعتها بتكبر. يعني جي الواحد اكبر اقل من جي اثنين اقل من جي ثلاثة وهكذا. هلا الكومبوزيت اف مع الجي بسموها سب سيكونس.
لانه اف سيركل جي فانكشن من ان الى ان الى اكس، وبالتالي هاي سيكونس جديده تسمى سب سيكونس من الاف ديتيرمان باي جي، والجي تنساش انها انكريزنج. طيب خذ اف ان تساوي ناقص واحد قو ان في اثنين قو ان، هاي سيكونس. الحد الاول اف 1 اللي ناقص واحد في اثنين قوة واحد، اف 2 الحد الثاني ناقص واحد قوة اثنين في اثنين تربيع، اف 10 الحد العاشر ناقص واحد قوة عشرة في اثنين قوة عشرة، وهكذا وهكذا. فهاي السيكونس الاصلية ممكن ان تتنقى منها عدة سب سيكونس، واحدة عن طريق الجي 1 ان تساوي 2 ان بلس 1، هاي increasing. اذا الاف سيركل جي 1 تعريفها هيك، هاي سب سيكونس. ممكن اخذ الجي 2 تساوي 2 ان، برضو هاي increasing، تعطيني سب سيكونس اخرى للاف. خد جي 3 ان ان زائد 10 تعطيني سب سيكونس اخرى، برضه هاي انكريزنج، هاي انكريزنج، هاي تعطيني سب سيكونس. بس هاي السب سيكونس مهمه جدا وتسمى تيل اوف اف، تيل اوف اف ان زائد عدد صحيح. السب سيكونس اللي جاي عن طريق هاي تسمى تيل ذنب. خلينا نشوف الاف، هاي الاف حاطط بعض الحدود انا. السب سيكونس هاي تحت الاف سيركل جي 1 تختار الحدود الفرديه، خلينا هاي الحد الاول من اف سيركل جي 1، هذا الحد الثاني، الحد الثالث. لاحظ بالسب سيكونس مش شرط انك ايش تختارهم ورا بعض، ولكن اذا اخترت هذا الحد ثاني ما بصير ترجع رجوع تقول بدي اخذ هذا حد ثالث، لا بدك تضلك طالع. ليش؟ الجي 1 ما هي انكريزنج، ما بتخليك ترجع. الاف سيركل جي 2 برضه بتخليك ايش ترجع. اخذت هذا الحد الاول، اذا الحد الثاني بيجي اللي بعده، فشقت هاي اخذنا هاي الحد الثاني، هاي الحد الثالث، هاي الرابع، وهكذا. التيل ممنوع انك تفشق، هاي تيل، هاي تيل وهاي تيل، ممنوع انك تفشق. هاي الحد الاول، الحد الثاني اللي وراه مباشرة، اللي وراه مباشرة، وهكذا بتقص وبتاخذ، قص من هون وخذ كله هذا بسموه تيل، قص هون وخذ الباقي بسموه تيل، وهكذا. هذا التيل بيهمني كثير. ليش؟ بقول السيكونس اكس ان او اف بتفرقش كونفيرج لبي في التوبولوجي، هذا كونفيرج لبي في التوبولوجي، هاي البي بسميها ليميت بوينت للسيكونس، ليميت بوينت للسيكونس. في فرق بين الليميت بوينت اوف ذا سيكونس والليمت لمين؟ للمجموعه، الاكيوميليشن بوينت، هاي شيء وهاي شيء. امتى هذا بنكتبه؟ اذا كان كل اوبن سيت تحوي البي تحوي تيل من السيكونس، الاوبن سيت تحوي ايش؟ تيل من السيكونس. هيا فور اني G open set in XT ويجوز أخذها basic، ويجوز أخذها basic containing P there exists a node such that X and تنتمي إلى G for all N أكبر مساوي N. خلي بالك هذول الحدود X and node N node plus 1 N node plus 2 plus 3 تشكل tail من السيكونس، فكل هذا التيل وين موجود؟ في الاوبن سيت. هيا الاوبن
انحوت اكس 10 لازم تحوي الباقي. هاي معناها هاي التين 10 11 12 13 وهكذا. لاحظ شو الحدود اللي ظلت برا، هذول كلهم جوا. ضل اكس 1 لاكس 9 ممكن يكونوا كلهم برا وممكن يتوزعوا بين برا وجوا، لكن بعد العشرة كله جوا، كله جوا. إذن عدد الحدود اللي خارج الجي بنقول تحوي كل حدود السيكونس ما عدا finitely many terms. أي open set تحوي ال P must contain all terms of the sequence except possibly finitely many terms. وبالمناسبة مثلا السيكونس ناقص واحد هو N، الحد الأول ناقص واحد، الحد الثاني واحد، الثالث ناقص واحد، الرابع واحد. خلي بالك الناقص واحد تمثل الحدود الفردية للسيكونس. إذا الناقص واحد نعتبره إيش؟ infinitely many terms، برغم أنهم متساويات، لكن هو يمثل الحد الأول والثالث والخامس والسابع، ودول عددهم إيش؟ infinite. الواحد صحيح أنه عدد واحد، ولكن بالنسبة للسيكونس يمثل الثاني والرابع والسادس والثامن وظلك امشي. اذا الواحد بعتبره عدد انفنت من حدود السيكونس، حدود الزوجيه. طيب ناقص واحد قوة ان هاي السيكونس بالليفت تري توبولوجي لوين بتروح؟ بتروح للواحد. ليه؟ خذ اي اوبن ست تحوي الواحد بالليفت تري من ناقص انفنت لبعد الواحد، ها شو بتحوي؟ تحوي كل حدود السيكونس برا، ما فيش ولا شيء فاي ولا حد. اذا هاي السيكونس كونفيرجن الواحد. طب هل هي كونفيرجن الثلاثه؟ الجواب نعم. اي اوبن ست انحوت الثلاثه تحوي ايش؟ تيل من السيكونس، السيكونس كله بتحوي. اذا ممكن السيكونس كونفيرجن لمين؟ لأكثر من نقطة. خلي بالك ناقص واحد قوة ان هل تروح للناقص واحد بالفتره؟ الجواب لا، ما بتروح لناقص واحد، لأنه هاي open set لعند الزيرو، من ناقص انفنتي لعند الزيرو open تحوي الناقص واحد هاي، ولكن ما بتحوي على تيل، لأنه أي تيل من ناقص واحد قوة ان يجب أن يحوي الواحد والناقص واحد. إذن هاي does not converge ناقص واحد. converge zero؟ طبعا لا. بالإندسكريت خلي بالك هون غيرت التوبولوجي، بتروح للزيرو؟ الجواب نعم. ليش؟ خذ أي open set تحوي الزيرو بالإندسكريت. كيف شكلها؟ عندي open تحوي الزيرو فيش إلا الآر، لأنه هاي اندسكريت فيش الـ R، والـ R تحوي كل حدود السيكونس، خلصت. طيب الواحد الآن هل هي كونفيرج لحدا؟ بتروح للثلاثة مثلا أو بتروح للصفر؟ بالدسكريت هل هاي بتروح للصفر؟ الجواب لا، لأنه سنجلتون زيرو إز أوبن وتحوي الزيرو، بس شو بتحوي من السيكونس؟ ولا شيء ولا شيء. اذا هاي ما بتروح للزيرو، وايضا ما بتروح للواحد ولا للثلاثه ولا ولا ولا. اذا الاكس ان converge to P is false for every P we say X ان divergent. النوتيشن راح نستخدم اس ال اكس ان اكس تي، هاي خلي بالك من عندي، هاي بستخدمها دائما مش بالكتابية. هاي ترمز للست اوف اول سيكونشال ليميت بوينتس اوف اكس ان ان اكس تي، يعني كل النقاط اللي السيكونس بتاعتها كونفيرج الها بنحطها بمجموعة.
إذا الـ X converges to P معناته الـ P تنتمي لهذه المجموعة. Xn is convergent إذا هاي not empty. إذا فيها عنصر معناته الـ Xn بسميها convergent. إذا هاي فيش فيها ولا عنصر ولا عنصر طاي يعني بسموها divergent تباعدية. هاي اللي علقت عليها قبل شوي انه سنجلتون زيرو او سنجلتون بي از اوبن سيت وما بتحوي على تيل من هاي. يعني لو بدك تيل خلينا نقول ابدا من 10 من 10 10 1 على 11 1 على 12 1 على 13 وهكذا هذا التيل. فالتيل مش موجود بالسنجلتون. باليوجوال الواحد الان كونفيرج لمين؟ للزيرو. لانه اي اوبن سيت او اي بيزك اوبن سيت يحوي على تيل من السيكونس. الناقص واحد قوة ان واحد الان اسف ناقص واحد ناقص نص ناقص ثلث ناقص ربع ناقص كذا بالزورجن دايفيرج. اللي بفكر انها تروح للصفر غلط. ليش؟ خذ الفترة زيرو مسكرة واحد مفتوحة هاي اوبن بل بيزك اوبن وتحوي الزيرو بزورجن ولكن بتحويش ولا شيء من السيكونس. اذا هاي دايفيرج خلي بالك بزورجن. ثيرم بس المفروض يكون في عندي ديفينيشن قبلها. Definition. F is function من topology إلى topology بنسميها sequentially continuous at P in X. طبعا P واقع في X بسميها sequentially continuous. هاي غير عن continuous. If for any sequence converging to P in X الصور Fxn converge لFp in Y. إذا كانت السيكونس تقاربية للبي كان صورها تقاربية لمين؟ لأف بي. هاي تعريف السيكونشالي كونتينيوس ات بي ان اكس. وتسمى سيكونشالي كونتينيوس حاب إذا كانت سيكونشالي كونتينيوس عند كل نقطة من نقاط الدومين. هاي تعريف سيكونشالي كونتينيوس. هلا شو علاقة الكونتينيوس مع السيكونشال كونتينيوس؟ بنيجي بعد صفحتين. نظرية تقول ما يلي: theorem if f is continuous at p then it is sequentially continuous at p. لاحظ الكونتينيوتي اقوى من السيكونشالي كونتينيوس. تو بروف اف السيكونشالي كونتينيوس ات بي باخذ حيلا سيكونس كونفيرج لمين؟ للبي بالاكس وبحاول اثبت انه الاف اكس ان كونفيرج لاف بي هون. اذا اثبتت هاي معناته خلص هذا تعريف السيكونشالي كونتينيوس. حتى تثبت انه هاي كونفيرج لهاي باخذ حيلا اوبن ست تحوي اف بي. طبعا اوبن فين؟ في الواي. المطلوب اثبات تيل من هاي جوات الاوبن ست. اذا باخذ جي اوبن ست كونتيننج واي كونتيننج اف بي. تراي ذير اكزيست تيل ان جي. سينس اف از كونتينيوس ات بي وراجع continuous عند نقطة غير عن continuous half. لأن continuous half الانفرس open is open
بينما continuous عند نقطة لا بيختلف التعريف. For any G open set in Y containing FV, there exists U open X, P تنتمي لليو والF U subset من G. هاي تعريفه اللي مش متذكرها يتذكرها. But X and converge the feature معناتها هاي معناتها الأوبن ست اللي جبت لي إياها قبل شوي اليو هاي طالما حوت على البي إذا بتحوي على تيل كامل من أنه تطالع كلهم وين في اليو طالما إكس أن تنتمي ليو إذا أف إكس أن تنتمي لمين لأف يو ولكن أف يو جوات الجي إذا أف إكس أن تنتمي للجي من أنه تطالع وهذا يعني في عندك تيل جوات الجي من اف اكس ان يعني اف اكس ان كونفيرج اف بي وهو المطلوب. The converse of this is false. يعني اذا كانت الفانكشن سيكونشالي كونتينيوس مش ضروري تكون كونتينيوس. هاي معناها ولكن في شرط صغير انه اذا كان الاكس فيرس كاونتبل عند النقطه بي والاف كانت سيكونشال كونتينيوس ات بي then اف از كونتينيوس ات بي. شايفين الشرط الصغير بده فيرس كاونتبل حتى يصير العكس. اذا خلي بالك بصير الكونتينيوس والسيكونشال كونتينيوس equivalent لو كان الاكس فيرس كاونتبل وهذا تعون التحليل بيشتغلوا هيك. ليش جماعه التحليل اللي هو الدكتور واثق وشريفه وهالشله هذول كلهم وعبد الله الجراح جماعه التحليل 311 بيشتغلوا بالمتريك سبيسز هذا بالتوبولوجي ب 462 هلا المتريك متريك سبيس هو فيرست كاونتبل اذا بدل ما يثبت كونتينيوس على مفهوم التوبولوجي بيثبت السيكونشالي كونتينيوس برضه بمفهوم التوبولوجي ولكن المتريك بتاعه فيرست كاونتبل اذا بتطلع عندك ايش كونتينيوس فهذا تريك اللي بيشتغلوا عليه تعون التحليل البرهان كون الاكس قال لي فيرس كاونتبل عند النقطة بي اذا بقدر الاقي كاونتبل لوكال بيز which is nested down هاي دائما بقدر احطها هاي نظرية خلي بالك يعني صفة ما بتضرني اذا ما نفعتني بس ممكن تنفع خلينا نشوف Now to prove f is continuous at P بستخدم التعريف Let G be any open set in Y containing f at P بدي أدور على U open set تحول P بحيث f U جوات ال G أي بدك open set in X تحول P صورة الهاي جوات ال G طب بتقول لك أنا هون وين بزعل هدول بقول لك كلنا اوبن ست وكلنا بيحول بي اذا انا شو بلعب لعبتي بقول واحده من هدول الاف بتاعتها جوات الجي ذير اكزست ان بحيث انه اف يو ان جوات الجي لو ظبط الفيلم هاي لكانت اليو ان هي محل اليو شو بدك اوبن ست هيا اوبن وبتحول بي والاف بتاعتها جوات الجي حتى اثبت الكليم طبعا لو اثبت الكليم خلص if it is true then we are finished if not then بدك تنفيها بتصير for all and in an لانه نفي there exists for all وهاي ما فيش subset طيب هاي خلي بالك هي ليست جمله واحده لانه مع كل عدد طبيعي هاي بتتغير اف اليو 1 مش جوات الجي اف اليو 2 مش جوات الجي اف اليو 10 مش جوات الجي ف
فهي جمل كثيرة for all n. طيب طالما هاي مش جوات هاي، إذا في عندي نقطة هون مش هون، سميتها tn لأن لازم نسميها مع الn. طالما هاي فيها يو ان، إذا بسمي tn نقطة بالمجموعة الصغيرة مش في الكبيرة. هيا 251 كون تي ان في اف يو ان، اذا تي ان تملك صوره اف زد ان من يو ان. هيا هاي 251 والتي ان لا زالت ايش؟ مش في الجي. طيب الكليم مهمه جدا، سنس الزد ان موجوده باليو ان، واليو ان لوكال بيز عند البي، لازم الزد ان كونفيرج لبي. هاي مهمة جدا، لما بستخدمها كثير، انه اذا اخذت عناصر لوكال بيس واخذت عنصر في كل وحدة، زد 1 هون، زد 2 هون، زد 3 هون، و و و و، فالزد ان لازم كونفيرج لمين؟ للنقطة بي. اثباتها بسيط، خذ اي اوبن ست تحوي النقطة بي. امبورتنت لما let H be any open set containing هاي، then طالما هذول local base، إذا في عندي U and node جوات ال H، تعريف ال local base. But for all N U N جوات ال U N node، هاي كلمة nested down، كل ما كبرت ال N كل ما ال U N هاي طلعوا عليهم بصغروا، بس تقاطعهم مش شرط يساوي النقطة P، بجوز زيادة زي اللفتي توبولوجي، التقاطع بيطلع ازود من النقطة. طيب اليو ان جوات اليو ان نوت نستد داون، اذا زد ان اللي هي بتنتمي باليو ان من الاصل اصبحت زد ان وين؟ في اليو ان نوت، ولكن اليو ان نوت جوات الاتش، اذا الزد ان تنتمي الاتش، وبالتالي زد ان كونفيرج للبي. هاي نقطة مهمة، هاي لما مهمة. طيب ناو زد ان تنت كونفيرج لبي، والاف سيكونشلي كونتينيوس ات بي، اذا اف زد ان كونفيرج لاف بي. هاي تعريفها، اذا كانت سيكونس كونفيرج لبي فصورتها كونفيرج للصورة. But G open set in Y containing FP, then there exists K such that F Z N تنتمي للG for all N أكبر من يساوي K، تعريف الكونفيرج. ولكن F Z N هي T N تنتمي للG، contradiction مع مين؟ مع الشرط T N لا تنتمي للG، وبذلك انتهى البرهان. هاي مهمة جدا، هاي ملخص للنظرية السابقة. Combining the last two theorems we have the continuous بعطيك sequential بشكل عام، ولكن الكونفيرج مش صحيح. طبعا انت بدك تعطيني مثال، ولكن الكونفيرج صح اذا كان الدومين first countable. اذا لما بدك تعطيني شو اسمه مثال عن الكونفيرج، بده يكون الدومين بتاعك ماله not first countable، وإلا بالfirst countable ما بتزبط معك. واضح ليش النظريات وعكسها؟ طيب in RT usual countable local base at C باليوجوال هي C ناقص واحد الآن، C زائد واحد الآن، مفتوحة من الطرفين، والآن تنتمي للناتشرال، يعني سي ناقص واحد سي زائد واحد، سي ناقص نص سي زائد نص، سي ناقص ربع سي زائد ربع، وهكذا. هاي لوكال بيز لمين؟ باليوجوال. طبعا هو ليس الوحيد، خلي بالك ليس الوحيد، يعني ممكن اخذ كل الاي بي، كل الاي بي حيث ان A و B راشنال حوالين ال C، بصير بالزورجن
الكاونتبل لوكال بيز ات سي بتسكر من عند السي للسي زائد واحد الان. هاي ما بتزبط. هاي ما بتزبط. لانه السي سي زائد واحد اوبن ست. تقدرش تلاقي واحدة من هدول جوات هاي. ما بتقدر تلاقي. فاذا لازم ابدا من السي واخذ يميني. هاي بالزورجن. هي فيرست وليست سكند، خلي بالك. نقطة مهمة جدا. فيرست بط نوت سكند. اثبتنا نوت سكند عن طريق البرودكت توبولوجي اذا بتتذكروه. الديسكريت الكاونتبل لوكال بيز للنقطة سي هي سنجلتون سنجلتون سي. هاي بيز وعددهم قديش؟ واحد بس كاونتبل. بالليفت ري كاونتبل لوكال بيز ات سي هي من ناقص انفينيتي. ما تقول لي سي ناقص نص سي زائد نص، لا. من ناقص انفينيتي لسي زائد واحد الان، والان ناتشرال مره لسي زائد واحد لسي زائد نص زائد ثلث وهكذا. لاحظ تقاطعهم كلهم هدول شو بعطيني؟ بعطيني من ناقص انفينيتي للسي مسكره. ما بعطيك نقطه. لانه التوبولوجي مش تي 1. لو تي 1 لكان تقاطع كل اللوكال بيز جاست ا بوينت. اكاونتبل لوكال بيز للكوفاينات هاي حلوه واظن بتخربطك. هلا بدك تسوي اكاونتبل لوكال بيز عند الثلاثه، اذا كلهم بدهم يحوي ثلاثه. كلهم بدهم يحوي ثلاثه. هي اولا. اثنين لسه مطول 12 ربع. اثنين حتى تكون اوبن، لانه اللوكال بيز اوبن كلهم، لازم الكومبلمنت فاينايت. يعني بتقيم شويه منهم بس من الان. فاول واحد اخذت ان، هون طنشت عن الواحد، طنشت عن الواحد واثنين. ما بقدر اطنش عن الثلاثه، بطنش عن الأربعة. واحد اثنين أربعة، واحد اثنين خمسة، واحد وهكذا. فهاي countable local base at C ثلاثة. طبعا لو بدك عند الأربعة نفس الطريقة. Approve or disapprove let T be a topology in R then X n converge let P if and only if C X n converge let C P. هاي طبعا للطلاب لكم. طبعا الجواب غلط. شفنا في حالة الزورجن فري توبولوجي الواحد الان كونفيرج للزيرو، بينما الناقص واحد الان حط السي ناقص واحد دايفيرج، طلعت دايفيرج. هيا حلل لك اياها اصلا. هيا الواحد الان بتروح للزيرو بالزورجن. اي بيزك اوبن ست عند الزيرو تحوي على تيل من السيكونس. بس الناقص واحد الان لما تضرب هاي بناقص بصير هيك ممشاها، ناقص واحد ناقص نص ناقص ثلث كذا كذا. فاي اوبن ست هون ما بتحوي ولا واحده من هالسيكونس. اذا ما واحد يتفلسف بالامتحان ويقول لي انه ليمت سي اي ان يساوي سي في ليمت اي ان اللي هي نظريه ال 101. هاي مش مطبوقة عندي هون، لا تجوز. واضح؟ 101 انساها ورا ظهرك. بالليفت ريل واحد الان والناقص واحد الان هاي الليمت بوينتس بتاعينهم. اف اكس ان كونفيرج لبي ان اكس واي ان كونفيرج لكيو ان واي ذن الاكس ان واي ان كونفيرج لبي كيو في البرودكت توبولوجي. في البرودكت توبولوجي. طيب حتى اثبت هاي، طبعا هاي وهاي المفروض وهاي المطلوب. حتى اثبت انه هاي كونفيرج لهاي بدي اثبت انه اي اوبن سيت تحوي البي كيو تحوي على تيل من هاي. ليت جي بي اوبن سيت ان ذا برودكت
بحيث انه بي كيو تنتمي للجي. هلا اي اوبن ست تحوي النقطه يتوسط بينهما بيزك اوبن ست. هاي مهمه جدا في البرودكت توبولوجي. اذا ذير اكزيست بيزك اوبن ست على شكل يو كروس في، اليو اوبن في الاكس والبي اوبن واي، بحيث بي كيو تنتمي للبيزك اوبن ست جوات الجي. هاي من خواص البرودكت توبولوجي. ناو البي تنتمي لليو واليو اوبن ان اكس، كيو تنتمي للبي والبي اوبن ان واي. استخدم السيكونس اكس ان كونفيرج لبي، واي ان كونفيرج لكيو مع التعريف ذير اكزيست ان 1 بحيث انه هاي التيل كله في اليو وهون تيل اخر واي ان تنتمي لبي. هلا الان 1 بجوز 10 والان 2 بجوز 200، 10 وهي 200، بختار عدد يفوق اثنين معا اكبر من 10 وال 200 باخذ جمعهم فهو اكبر من ان 1 واكبر من ان 2. اذا هاي صح وهاي صح، فالاكس ان تنتمي لليو والواي ان تنتمي للبي، وبالتالي اكس ان واي ان تنتمي ليو كروس بي اللي صفصت من جي. اذا الاكس ان واي ان من النوت هاي وطالع كلها وين؟ في الجي. اذا سيكونس كونفيرج لمين؟ لبي كيو. خلصت. نوتس ذات الناقص واحد قوة ان بالكوفينات ما بتروح للواحد. ليش؟ الار ما عدا الناقص واحد اوبن ست بالكوفينات طبعا، وهي تحوي الواحد، الواحد تنتمي لهاي لان الواحد ما بيساوي الناقص واحد، فهي اوبن ست تحوي بي ولكن لا تحوي اي تيل من هاي. خلي بالك هاي التيل بتاعتها اذا حوت الواحد بدها تحوي ناقص واحد والواحد، يعني دائما فيها واحد ناقص واحد واحد ناقص واحد. هاي التيل بتاعتي. طب هاي الناقص واحد اوت اوت. ايضا هاي السيكونس does not converge ناقص واحد، نفس اللعبه. هل كونفيرج زيرو بنفس التوبولوجي؟ الجواب لا، باخذ الار وبقيم الواحد والناقص واحد. هاي اوبن ست تحوي الزيرو ولكن بتحويش على التيل اصلا ولا بتحوي شيء من السيكونس، الواحد والناقص واحد طلع اوت. اذن هاي السيكونس مالها دايفيرج في الار كوفينات، لا بتروح للواحد ولا للناقص واحد ولا للزيرو ولا للثلاثه، نفس الطريقه. Exercise so that x is converged to p in x discrete if and only if x has constant tail. يعني في شو اسمه في discrete topology السيكونس الوحيده اللي بتتعشم فيها يجب ان يكون التيل بتاعها ثابت. فالواحد الان في الار التيل بتاعها مش ثابت. شو التيل بتاعها ثابت؟ يعني بتكون تترقوص x1 x2 زي ما بدها ولكن بعد حد معين ربنا بيهديها. طول حياتها على الرقص وعلى الشرب وعلى الابصر ايش، ولكن بعد 20 سنه بتصير ربنا بيهديها قران وصلاه وزكاه وابصر ايش. هاي ليلى كونستانتين، فهاي كونفيرج لمين؟ للاكس نوت. هاي سي 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 سي. والديسكريت هاي شكل الكونفيرجنت سيكونس بس، يعني قلت السيكونس 1 2 3 4 100 وبعدين حطيت 101 101 101 100، هاي السيكونس كونفيرج لمين؟ لل 101 لل 101. فهاي السيكونس على فكره مهمه جدا مهمه جدا.
في بعض الطلاب سألني عن السيلبس تاع التوبولوجي، هاي 300 ناس يهدف هذا المساق كذا كذا، يحتوي على التوبولوجيا، مفاهيم توبولوجيا للانتيريور الاكستيريور الايزوليتد بوينت الاكيوميليشن بوينت الدنسيت نوير دنس كومبليت اوبن سيت كلوز سيت كلوفن. بعض التوبولوجيات على المجموعه الاندسكريت توبولوجي الديسكريت توبولوجي الكوفاينات والكوكو هاي الانكلودينج سيت والانكلودينج بوينت توبولوجي هاي الاكسكلودينج بوينت والاكسكلودينج سيت توبولوجي. مزيدا من الامثله على توبولوجيا الاعداد الحقيقيه توبولوجيا الليفت ريس توبولوجي الرايت ري توبولوجي اليوجوال توبولوجي اليوكليديان نفسها زورجن فري توبولوجي توبولوجي جنريتد باي فانكشنز اللي عن طريقها اخذنا ايش الريلاتيف توبولوجي السب بيز والبيز برودكت توبولوجي طبعا فاينات المنتهي القاعده والقاعده المحليه بيز اند لوكال بيز فيس كاونتبل هيا هون سكند كاونتبل سبيسز سيبارابل سبيس اللي قابل للفصل زيرو دايمنشنال الاقترانات المتصله كونتينوس فانكشن اوبن فانكشن كلوز فانكشن هوميومورفيزم مسلمات الفصل السيبريشن اكسومز تي 1 تي 2 تي 0 لحد تي 4 وايضا تي 1.5 2.5 3.5 ال 1.5 بالمناسبه واحنا شو اسمه بلاش نسيبها ال 1.5 اذا اي سيكونس كونفيرج تو ات موست 1 بوينت اعطيني اي سيكونس فمعناته إلها convergent point واحدة انكثرت. إذا كانت diverse الله لا يردها. الله لا يردها. أما إذا كانت converge it converge لـ unique point. هاي تعريف الواحد ونص. وشفنا في المثال الآر مع الليفت ري ليس واحد ونص. لأنه السيكونس ناقص واحد قوة converge للواحد وconverge للعشرة. لنقطتين مختلفتين من ضمن التوبولوجي الواحد ونص في نظريه شو بتقول؟ اذا كانت التوبولوجي تي 2 فهو واحد ونص يعني الواحد ونص من فين اجت؟ اجت بين الواحد وبين اثنين يعني هذول اكتشفوهم ثم اجى شيء بيناتهم فبدهم بين الواحد وبين اثنين شو في بيناتهم؟ واحد ونص واحد ثلث واحد ربع فسموا الواحد ونص طبعا واحد ونص يعطي الواحد هاي لك اكسرسايز every t واحد ونص space is t1 space و every t2 space is t واحد ونص هاي مثبتة عندك بال شو اسمه بالمحاضرة النظمية regular space النظمية التامة complete regular space الطبيعية normal space المتتابعات sequences هاي اللي درس شرحناها اليوم تقاربها وتباعدها اللي convergence و divergence نقاط التراكم هاي بعد الامتحان والاقتناعات المتصلة تتابعيا اخذتوها هاي sequentially continuous function يعني ظل عندنا نقاط التراكم مع بعض من الشغلات اللي هو في عندنا اسئله جبت لكم اياها على اساس تجربوا يا شباب في نقطه مهمه الا وهي في 17 ما شاء الله في غياب كثير انا بالهندسه والله حرمت طالب
تجاوز عنده ست غيابات دغري حطيت له محروم، واعتمدت الامتحانات، اعتمدت الامتحانات على علامتك معتمده خلاص. ناوي انا ابصر، خليني اخذ الحضور طالما فيها، بركي فصلنا كم طالب اليوم. رقم واحد نور الهدى دكتور. اثنين يزن الخالدي. ثلاثة شاهد عبابنا. أربعة جمانة سمادي. خمسة آية محمد. خمسة آية محمد موجودة دكتور. آية مظبوط، أنا على عيني على ستة. ستة ستة هاي أول غياب بيجي بقول لك بعد شوي الماي. هاي قديش اليوم؟ ثلاثة ثمانية. شباب في على الواتساب اللي بده يبعث لي أي إشي ضروري يذكر اسمه قبل الهاي، قبل ما يطلب الشغلة. يعني بتقول لي يا أستاذ الصورة مش واضحة، طب مين أنت حتى أتخاطب معك؟ أنت عارفني لأنه أنا الدكتور، بس أنا مش عارفك أنت. فرجاءً أي واحد بيعلق وما بحط اسمه في البداية دغري بشطب له الملاحظة بدون ما أقرأها، واضح؟ هذا الكلام نهائي عندي. بدك تخاطبني أذكر اسمك ثم أحكي اللي بدك إياه، وإذا في موضوع خاص ممكن تطلع على الواتساب برا. إذا تبين لي إنه مش خاص بجاوب كاش عليه، يعني لو في عندك سؤال لا خلي الطلاب يستفيدوا. أنا الواتساب هاي المجموعة مسويها زي ساعة مكتب، زي ساعة، يعني بدل ما أقول لك تعالي على الدار فاتح لك الواتساب. إذا زنقت ممكن أحدد ساعة وأجي على المكتب بالجامعة، أما فيش داعي. رقم ستة غايب قلنا، سبعة موجود دكتور، حمزة بطايم موجود. حمزة خلي بالك يا حمزة، والله العين عليك، لأنه واحد ثمانية غايب. ثمانية ثمانية شيماء الرباعي كنت بدي أحطك بس الحمد لله ما حطيت. تسعة تسعة هاي ثلاثة ثمانية. عشرة عمر العربي. 11 هاي ثلاثة ثمانية. 12 أحمد مستريحي. ها؟ أحمد مستريحي. 13 ديوار صمادي. 14 سيد الخطيب. 15 نورس مغيال. 16 مجدي بن ملحم. 17 ليث جلامني. 18 هاي 3 8. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. آية شلول محرومة اليوم بنزلها. رقم 18 محروم بسبب الغياب، اليوم بنزل كلمة المحرومة إلها. 19 هاي 3 8. 20 علي الياسين. 21 سعيد سعدية. اوكي تنساش الامتحان بتاعك امتى؟ الخميس ان شاء الله. وديت لكم ملاحظة الخميس الساعة 3. طبعا للأسف الكمبيوتر اللي بطبع عليه خرب امبارح والله.
كأنه الهارد ديسك ما بدري شو ماله. فعندي حل من اثنين، يا اما بروح على الجامعة وبجيب الكمبيوتر بتاعي او بحاول اطبعهم على اللابتوب، واذا ما طبعتهم بحطهم خط واضح، يعني بجوز يجيكم مكتوب الامتحان. المهم هاي مثال من الاسئلة، زي ما شايفين مظلل، هاي فهرس 2 سنتي 2 سنتي 2 سنتي، ما بكتب عليه الا الاسم بس. The space our left ray has the fixed point property. هاي اخذناها. اي continuous من r left ray ل r left ray في الى fixed point، يعني f of c تساوي c. b الدور سبيس برضو اخذناها الدور سبيس، انه اي subset من r يا بتكون open يا بتكون closed. T2 and second countable برضو اخذناها. T note but not T nus. T nus every singleton is closed أو open. إذا أخذت حيلة singleton يجب أن تكون واحدة من الثنتين، يا closed يا open حسب السنجلتون. مرة singleton closed مرة singleton open وهكذا. هلا بدي مشاركتكم بستة، شو الجواب الصح؟ واحد غير. مين أعلى علامة؟ مين اللي جاب 20؟ مجدي بني ملحم، أعطيني رأيك يا مجدي. رقم 16. إذا ما حكيت يا 16 بحطها غايب. هاي 16 غايب، وخليه يراجعني. هاي 16 3 8. رقم 12 أجب. موجود دكتور. أنت 12؟ آه دكتور، أحمد مستريحي. طيب شو رأيك يا 12؟ سؤال 6 وأنت 12، ضعف. ها شو بختار؟ أي جواب؟ هل هي إلى فيكس بوينت بروبرتي؟ جواب لا، لأنه أف أوف إكس أو إكس زائد 4 هاي كونتينيوس ولكن ما لهاش فيكس بوينت، فهاي أوت راحت. دور سبيس برضه لا، ناخذ السنجلتون زيرو، لا هي اوبن ولا هي كلوز. تي تو سبيس مستحيل، ليفت ري لحد التي نوت بتوقف الليفت ري، بس هو سكند يس سكند هو بس مش تي تو، اذا راحت لانه اند. الاند يجب ان يكون التنتين صح. اما لما اقول لك تي تو اور سكند كاونتبل، طالما واحده صح اذا الجمله صح. تينوس سبيس يس بط نات تينوس برضه يس، اذا الجواب الصحيح هو دي. طبعا نات تينوس حكيتها قبل شوي، سنجلتون زيرو لا هي اوبن ولا هي كلوز. سؤال 7 the included point topology 3 4 والانكلودد 4 is homeomorphic to the space هاي ولا هاي ولا هاي ولا هاي. شو رايكم؟ الانكلودد بوينت توبولوجي homeomorphic مع اي واحده فيهم؟ طبعا الاكس 3 4، فاذا هاي غلط لانه فيش بايجكشن بيناتهم، ضل بي وسي ودي. هاي برضه مستحيلة لأنه ديسكريت كل شيء اوبن، هاي لا في شيء اوبن وشيء لا، إذا هاي مع السي غلط. إذا راحت الاي وراحت السي شو ضل؟ ضل الاندسكريت. هاي فيها اوبن، أي شيء بيحول 4 اوبن، هاي لا فيش
لوبن سيس فاي واكس. فاذا البي برضو غلط وبالتالي الدي هي الصح. طبعا شو بسوي؟ الأربعة بوديها للتسعة. شو بضل هون؟ الثلاثة بوديها لمين؟ لاثنين. طبعا بتقروا انتوا لحالكم بتحلوا. Continuous, continuous, open. ممكن احطها sequentially continuous. فرجان اقروا. The following set is the retract of RT usual. هاي على الريتراكت معك بالامتحان. هل الزيرو انفينيتي ريتراكت للارم على اليوجوال؟ خلينا نشوف. رقم ثلاثة. ثلاثة؟ أيوة دكتور. يا شهد. أيوة هل الزيرو انفينيتي ريتراكت للار تي يوجوال؟ مش عارفة والله. ما هو لازم تقروا يا بنت. لازم تقروا والله. يعني المناقشة ما لهاش معنى وأنت مش قاري. وبعدين أنك تنقل وما راح أخليك. أنا في عندي الطرق الخاصة اللي بعرف مين اللي بنقل ومين بيقدم محل الثاني ومين كذا. لا تفكرون نايم عوداني. لا. الزيرو انفينيتي ليست كلوز باليوجوال. لأنه زيرو باوندري بوند. أو حتى كلاستر بوند. لا تنتمي لإيه. فهاي ليست كلوز. مش لأنها أوبن. لا. غلط. هاي إز نوت كلوز. الكلوجر بتاعها بدك تدخل الزيرو. هلا ريتراكت والار تي يوجوال هاوس ظرف تي 2 الار تي يوجوال. في نظريه شو بتقول؟ اذا في عندك ريتراكت للتي 2 سبيس يجب ان تكون كلوز. اذا هاي غلط لانها مش كلوز. طب هاي كلوز وهاي كلوز بس هاي مش كلوز. اذا كلمه الكلوز ضيعت الاي والسي لانه هاي الستة كلستر بوينت. اذا لا اي ولا سي صح. بنيجي لهاي. طبعا عندنا حقيقه قلت لك استخدمها الار تي يوجوال كونكتد بس هاي مش كونكتد. بقدر افصل واحد اربع لحال وستة ثمان لحال. اثنين انفينيتي ريتراكت لهاي بقدر اظبط الفونكشن. اثنين انفينيتي اف اوف اكس او اكس وبكمل الاقتران. فالجواب بي. The following space has the fixed point property. مين اللي له الفيكس بوينت بروبرتي؟ واحد يجي يقول لي والله يا استاذ انا حضرت المهاي. لا بقول له غلط. احضرت وطلعت من الحصة. هذا الطالب اللي بسأله ما بردش دغري بحطه غايب ويعرف الغياب مش غياب. شو اسمه انت ما بصير تجيني دقيقتين وتطلع. انت مسؤول عن المشاركة مع الحصة. خلينا نشوف مين رقم سبعة. دكتور معك. يا حمزة. دكتوري. هات اشوف شو اسمه. تفضل يا حمزه. دكتور شو السؤال؟ سبعة. شو بدك تحل فيه؟ سبعه لا 12. شو معك. بدك تقول لي؟ له الفيكس بوينت بروبرتي. لاحظ انه جبت سؤال ثاني قبل شوي عليه. مين له الفيكس بوينت بروبرتي؟ يعني من اكس لاكس كونتينوس غصبا عنك لازم يكون لها ايش؟ فيكس بوينت. هاي مع الديسكريت في لها الفيكس بوينت بروبرتي. شو بالله عيد؟ هاي 06 مع الديسكريت هل لها خاصية الفيكس بوينت بروبرتي؟ طبعا في نظرية أخذناها إنه إذا كانت هاي لها الفيكس بوينت بروبرتي
then it is connected and T-note. هاي نظرية أثبتناها. أثبتت T-note أنا. عليك إنك تثبت connected أنت. هاي عليها discrete not connected. كلوبن ستة كثار. سنجلتون زيرو كلوبن سنجلتون ستة كلوبن كثار كثار. إذن بناء على هاي النظرية الاي غلط. طب الزيرو ستة مع الاندسليت صح ولا لا؟ إلا الفيكس بوينت بروبرتي برضو لا. ليش؟ هذا التوبولوجي not تي نوت مش تي نوت. هاي اندسليت فقط فاي واكس بس. هاي نظرية أي فترة اي بي مسكرة من الطرفين مع اليوجوال إلا الفيكست بوينت بروبرتي وإثباتها عن طريق المية واحد. إذا الجواب سي خلص ما بكمل ما بكمل. واضح؟ هاي ما إلى الفيكست بوينت بروبرتي لأنه بتاخذ نقطتين من الكيو تقدرش توصله. If XT is zero dimensional then it is disconnected كذا كذا كذا. نقي الجواب. طبعا الجواب الزيرو ديمشنال اقوى من الكومبليتلي ريجولار تقدر تثبته في الدار. Every zero dimensional is completely regular والكومبليتلي ريجولار اقوى من الريجولار. يعني الزيرو ديمشنال بعطيني الريجولار فالجواب دي لا يرتقي الى بي الثلاثة ونص لانه ثلاثة ونص بقول لي completely regular مع T1. الار مع الاندسكريت توبولوجي it is zero dimensional ولكنها ليست T ثلاثة ونص لانها مش T1. والار اندسكريت مش T نوت. فهدول امثلة. How many topologies there are on X واحد اثنين؟ لو بدي أقول لك عدد لي topologies اللي على واحد اثنين شو بدك تقول لي؟ بدي عد كل topology. عد معي في الاندسكريت في الدسكريت هيو بعدين ممكن الفاي والإكس أعطيها سنجلتون واحد زيادة أو سنجلتون اثنين. بس إذا حطيت الواحد اثنين طبعا اتحادهم هو الإكس. طيب فعدد التوبولوجي على الإكس هاي أربعة عديتهم. هلا في بعض الأسئلة بقول لك up to homeomorphism how many topologies there are on X واحد اثنين. هون لا يجوز تعد الهوميومورفيك مع بعض. يعني تي اثنين وتي ثلاثة طلع عليهم بيشبهوا بعض فهم هوميومورفيك فما بصير اعدهم مرتين باخذ واحده عنهم بس. فشو هم عندي؟ تي 1 التي 2 والتي 3 زي بعض لانه هوميومورفيك والتي 4 لحالها. طبعا هاي وهاي نوت هوميومورفيك هذول لا هم هوميومورفيك مع الاندسكريت ولا مع الدسكريت تقدر تثبتهم. وبالتالي there are three topologies up to homeomorphism. واضح؟ لاحظ العدد قل. لا يجوز عد التشاكلات أكثر من مرة. فعديت الـ T2 بصيرش تعد الـ T3. فهاي أسئلة تخص مين؟ up to homeomorphism. How many تمرين للطالب؟ How many topologies you can build on three elements? بدك تعدهم. How many up to homeomorphism? طبعا العدد بده يكون اقل من اللي فوق. واضح؟ فهي بتعد لي اياهم بتسوي لي ايش؟ جدول زي هاي. يعني اللي هوميومورفيك مع بعض بتحطهم مع بعض وبعتبرهم وحده كوفالنس كلاس واحد. هاي وهاي نوت هوميومورفيك
كل واحدة بتقعد لحالها. بس الاكس المرة هاي عندي واحد اثنين ثلاثة، ثلاث عناصر. سؤال، هذول الامتحان، انا بحضرك للامتحان. Is an left tree homeomorphic مع right tree؟ Why؟ طبعا اذا قلت لي yes ولا قلت لي no ما بتاخذ علامة. الواي هي اللي بتاخذ عليها علامة، واضح؟ يعني افرض قلت لي yes والجواب فعلا yes، ما بعطيك علامة لانك ما بررت الجواب. If yes how many homeomorphism can you define from an left tree to an right tree؟ طبعا المقصود بالleft tree هون الريليتيف توبولوجي من الليفت تري، واضح؟ طبعا هون اقصر لك المسافه بالليفت تري، الاوبن سيتس فاي، بعدين الان نفسها اوبن سيتس، لو اخذت ناقص انفينيتي للواحد ونص قاطعها مع الان بتطلع الواحد لحالها اوبن، الواحد واثنين اوبن، واحد اثنين ثلاثة اوبن، وهكذا. هاي عناصر التوبولوجي، هذا تقاطعات. هون لا، ما فيش isolated. هون سي الفاي واحدة. هلا لو اخذت واحد ونص انفينيتي، هاي بالرايت ريت، قاطعها مع الان شو بتعطي؟ تعطيني 2 3 4 5 6 7 وهكذا، انفينيت ست اللي زي التين، من 5 وطالع 5 6 7 8 كمجموعه وهكذا. فبتلاحظ انه هذا التوبولوجي ما في ايزوليتد بوينت، بينما هذا في ايزوليتد بوينت واحده اللي سنجلتون واحد. اذا مستحيل تلاقي هوميومورفيزم، وبالتالي الجواب نو. هاي حلت لك اياه، سهلت عليه. اف يس هاو ماني، طبعا عندي زيرو هوميومورفيزم، لانه لو قال لي يس هلا هون لعبت اللعبه بحيث انه ما فيش شيء اسمه ايزوليتد. زد زد مع الليفت ري والرايت ري، ار ذي هوميومورفيك؟ الجواب يس يس. بس الشطارة، how many homeomorphism can you find؟ بدك تشوف قديش عدد الهوميومورفيزم. طبعا عددهم بيطلع ايش؟ infinite الف نوت، infinite but countable. يعني ابو بس سو اكس بعرفش، بديش اخبص. لا انت حلها، انت حلها، لانه الواحد اذا تسرع بغلط، فما بدي اتسرع. ولكن في كثار كثار عددهم انفينيت. هاو ماني؟ قول لي الف نوت، لا تقول لي انفينيت لماني، بجوز تقول لي انكاونتبل سي. فبدي تحدد قديش الكارديناليتي للهوميومورفيزم. هاي تعريف الواحد ونص، اذا كان افري سيكونس ماست كونفيرج تو ات موست وان ليميت بوينت، يعني الكاردينال اللي اسال دائما اقل من او يساوي واحد. ساوت صفر حياها الله، واحد ماشي الحال، اثنين نهي نهي نهي. يعني اذا في سيكونس الاسال فيها عنصرين معناته مش واحد ونص. هاي النظريه اللي قلت لك عنها، اذا كانت توبولوجي هاوزر فهو واحد ونص. طبعا شو بضل عندك؟ بضل عندك الواحد ونص بعطيني التي واحد، هاي انت بتحاول تثبتها. خذ اكس ان كونفيرج ل اي وكونفيرج ل بي، المطلوب اثبات انه اي تساوي بي حتى تكون تي واحد ونص. طيب كون الاكس ان كونفيرج للاي، افرض انه الاي لا تساوي بي باي كونتراديكشن، اذا في عندي اوبن سيتس واحده لهاي واحده لهاد وديزيوند لانه تي 2. طلع استخدم هاي، اذا الاوبن ست هاي اللي اجت بالاول
تحوي على تيل وهاي تحوي على تيل. التيل تاع هاي يبدا من ايش؟ ان 1 والثانيه تبدا من ان 2 هون. قول الان 1 من 10 وطالع هون كلهم، وهاي من 30 وطالع هون. باخذ عدد يفوق ال 10 وال 30 اجمعهم. هاي 10 و30 40 اكس 40 في اليو اي وايضا في اليو بي كونتراديكشن، لان المفروض اليو اي واليو بي تقاطعهم فاي. ان تي واحد ونص سبيسز وي مي رايت ليمت اكس ان تساوي بي از ان ابروتش انفينيتي اللي هو اسلوب الكالكولس تو ستاند فور اكس ان كونفيرج لبي ان اكس. طبعا إذا السيكونس هاي دافيرج ممكن نحط does not exist limit زي ال 101. واضح؟ بالليفت ري مش تي واحد ونص، فما بقدر أحط الليمت يساوي ناقص واحد ولا أحط الليمت يساوي ناقص 10. خلي بالك الأسأل السيكونس هاي ناقص واحد ناقص اثنين ناقص ثلاثة كذا كذا، بالليفت ري تساوي الار. ليش؟ السيكونس كونفرجنت ناقص ثلاثة. ليش؟ خذ أي أوبن ست تحول ناقص ثلاثة، تحول ناقص ثلاثة، فهي تحول الأوبن ست هاي كل حدود السيكونس ما عدا حدين ناقص واحد وناقص اثنين، الحد الأول والثاني بس. فهاي أسأل اللي بتاعتها تساوي الآر كاملة زي الاندسكريت، زي الاندسكريت. هاي طبعا زيرو ديمنشنال اقوى من كومبليتلي ريجولار، والكومبليتلي ريجولار اقوى من الريجولار. خلي بالك اذا اعطيتها تي 1 او حتى الريجولار اذا اعطيتها تي نوت بتكفي، ريجولار مع تي نوت بتعطيك تي 3. النورمال والريجولار، لا النورمال بعطيك الريجولار ولا الريجولار بعطيك النورمال. طبعا انت تجيب لي ايش امثله، في منهم واحد الار مع الليفت ري نورمال ومش ريجولار، الار مع الليفت ري، فانت بتجيب المثال اللي هون. هاي سؤال اخر مثلا، اكس تاو توبولوجي صج ذات الكاردينات الاكس فيها 12 والاي ست بحيث انه الكاردينات الاي 5 والانتيريور فيه 3 الاكستيريور فيه 3 ايضا. evaluate الايه مع الباوندري قديش، الباوندري قديش، الكلوجر قديش، هاي على مادة الامتحان الأول ولكنها مطلوبة. فالإكس تساوي 12 الاي 5 إذا الاي كومبلمنت 7 الاي ما عدا الانتيريور جوات الباوندري بروفت وبالتالي الاي اللي في الباوندري هو الاي ناقص الانتيريور يعني عنصرين والاكستيريور بالطريقه نفسها. فبتكملها انت بتقراها لحالك. هذا سؤال على البيرفكت ست برضه اخذناه بالامتحان الاول. هاي لاحظ سؤال عبر الواتس ب 14/7/2020 وهذا على النوير دنسد، هاي على البيرفكت واحد على النوير دنس. وينه؟ هاي على البيرفكت، كله على البيرفكت، هاي النوير دنس تبحث عن كذا كذا. ار زورجن از نوت سكند كاونتبل، سيبرابيلتي از نوت هيريتري. طبعا علقنا عليها الحصص اللي فاتت، قلنا صح السيبرابيلتي مش هيريتري ولكنها ويكلي هيريتري، بما معنات الاوبن سب سبيس للسيبرابيل از سيبرابيل. وهاي اثبتناها عن طريق مين؟ البرودكت توبولوجي، البرودكت توبولوجي. هاي بتذكروا هاي، هاي تم اثباتها سابقا. وهيك بكون انهينا الحصة. طبعا دكتور ممكن سؤال؟
طبعا الامتحان الساعة 3، يعني في عندك حصة شو اسمه، حصة الساعة 11 في حصة. بس إذا في عندكم أسئلة، الأولوية للأسئلة بتاعتكم، الأولوية للأسئلة بتاعتكم، واضح؟ رجاء إذا في عندكم إشي ابعتوا لي إياه على الواتساب، خليني أحضر لكم الإجابات. إيش يا بنت؟ تفضلي. دكتور، محاضرة اليوم داخلة؟ آه داخلة طبعا. هلا إحنا بنلعب، ما أنا فرجيتك لا لا السلبات. مش فرجيتك السلبات؟ اه مظبوط أول الحصة فرجيتك السلبات. طبعا داخلة، مظبوط حتى محاضرة يوم الخميس، يوم الخميس إذا ما جبتوا أسئلة والله لا تكون داخلة. لا تفكرون ايش اسمه، جيب اسئله ضيع الحصه، بس استفيد مقابل ذلك. واضح الهدف بتاعي؟ الهدف بتاعي انه الطالب يستفيد، مش تضيع الحصه. انا مستعد اضيع 3 حصص، بس المقابل اني اشوفك استفدت. وانا اراكم الحصه القادمه ان شاء الله. السلام عليكم. يعطيك العافيه دكتور. اهلين يا ابني.